فلذا انتقل إلى الأمر الثاني في الدعوة إلى الله، والأمر الذي يلزمنا أن تكون صبورا، أن تكون صبورا وفي الشدائد دوما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخوة الآن، هل أي مشكلة تعترينا أو أي فتنة تعترينا نفزع إلى الصلاة؟ بالله عليكم، كم منكم من منكم الذي قام يصلي صلاة الليل كي يكشف الله الضر عن البلاد؟ أظن نادر. أظن كما ذكرت هذا، ما ذكرت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قل من يذكرها. لكن من الذي يقوم يستعين بالله لمواجهة هذه الشدائد ولمواجهة تلك الفتن مستعينا بالله، يدعو الله في صلاته، يقوم بين يدي الله يتقلب كما كان الرسول يفعل صبيحة يوم بدر. يوم بدر الصباح حرب، في الليل ماذا قال الرسول؟ طول الليل، طول الليل يدعو، يدعو ويرجو، يسأل ربه سبحانه رافعا يديه إلى السماء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. دعاء متواصل حتى سقط الرداء عن منكبه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك، إن الله سينجز لك ما وعدك.